المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم تحلية سريعة تحضير بالجيلي والفلان، لنبدأ على بركة الله. للطبقة الأولى نحتاج إلى نصف لتر من الحليب، وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر، وبودرة فلان بنكهة الشوكولا، وزن علبة 6 غرام، ويمكنكم تعويض الفلان بنكهة الشوكولا ببودرة كريم كراميل. أضيف الفلان بنكهة الشوكولا إلى الحليب والسكر، وأضع الكل فوق نار مع التحريك المستمر حتى يصل إلى درجة الغليان، وأتركه يغلي لمدة 3 دقائق، وأصب خليط الفلان في كؤوس التقديم حوالي نصف كأس. ثم أترك الفلان لكي تنخفض درجة حرارته جانبا، وأدخله بعد ذلك إلى الثلاجة حتى يتماسك. وللطبقة الثانية نحتاج إلى نصف لتر من الماء المغلي، و250 غرام من الفراولة مقطعة إلى قطع، وبودرة مستحضر الجيلي بنكهة البرتقال. أضيف بودرة مستحضر الجيلي بنكهة البرتقال إلى الماء المغلي، نصف لتر من الماء، أقوم بوضع القليل من الفراولة في كؤوس التقديم، وأدخل الكؤوس إلى الثلاجة لكي تتماسك الطبقة الثانية. هذا هو الشكل النهائي للتحلية. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على فيسبوك، ودمتم في رعاية الله.